الإنجيل بحسب البشير لوقا، والفصل الثاني. وفي ذلك الزمان أصدر القيصر أغسطس مرسوما يقضي بإحصاء سكان الإمبراطورية، وقد تم هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس حاكما لسوريا، فذهب الجميع ليسجلوا كل واحد إلى بلدته. وصعد يوسف أيضا من مدينة الناصرة بمنطقة الجليل إلى مدينة داود المدعوة بيت لحم بمنطقة اليهودية، لأنه كان من بيت داود وعشيرته، ليتسجل هناك مع مريم المخطوبة له وهي حبلى. وبينما كانا هناك تم زمانها لتلد، فولدت ابنها البكرة ولفته بقماط وأنامته في مذود، إذ لم يكن لهما متسع في المنزل. وكان في تلك المنطقة رعاة يبيتون في العراء، يتناوبون حراسة قطيعهم في الليل، وإذا ملاك من عند الرب قد ظهر لهم، ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا أشد الخوف. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله، فقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه هي العلامة لكم، تجدون طفلا ملفوفا بقماط ونائما في مذود. وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس البهجة. ولما انصرف الملائكة عن الرعاة إلى السماء، قال بعضهم لبعض: لنذهب إذن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المذود. فلما رأوا ذلك أخذوا يخبرون بما قيل لهم بخصوص هذا الطفل، وجميع الذين سمعوا بذلك دهشوا مما قاله لهم الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور جميعا وتتأملها في قلبها. ثم رجع الرعاة يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم.